السلام عليكم ورحمة الله وبركاته معكم الاخصائي في الطب التكميلي الطبيب حسين الهاشمي معنا اليوم وصفة طيبة لعلاج التبول اللا إرادي وهي كالآتي نأتي بلحاء البلوط معروف عند العشابين ونطحنه طحنا جيدا ثم نمزجه مع العسل بمعدل 100 جرام لحاء البلوط زائد كيلو عسل ويشرب المريض ملعقه الصباح وملعقه قبل النوم مده شهر زمان وباذن الله تعالى يتعافى هذا وصلوا على خير الانام سيدنا محمد عليه افضل الصلاه والسلام والسلام عليكم ورحمه الله وبركاته